ريل اليمين اللي قدام صح؟ اللي ورا واللي قدام. اللي ورا واللي قدام. انت بتصور ليه؟ خش الشارع يابا. صور ليه؟ كنت بتقول البقر ده على فكره. اه. الشمال مش اليمين. اربطها بقى في البوابة كده. مشي كده؟ لا مشي البقرة دي كده اما نشوف رجلين هين بالظبط. بص قدامك كده مشي. ده شكلها الاتنين اللي قدام. واللي ورا. مشي بس كده روح مشي. مشي البقرة دي. البقرة دي عايزة صيانة. الألم في الاتنين اللي قدام مش قادرة تدوس. هنكشف عليهم الاتنين دلوقتي. الاثنين اللي قدام فيهم دمام الباين هنكشف عليها ونشوف اهو. خش يابا خش خش. الله اكبر. اربط يا حبيبي في البوابه في العالي. رد يا عم محمد رد يا عم محمد. تعالى يا حبيبي. فالتهابات ايه؟ التهابات دي شكل التهابات الحافر. هنكشف على الحافر اهم حاجه. اشتغل. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة يا محمد؟ أيوة فيها خراج والخراج هو اللي عامل فيها كده. طب واللي ورا؟ يعني الخراج ينشفها كده؟ أيوة الخراج ينشفها. في البقرة تلف دموعك عليها. فيها خراج في حافرها الاتنين اللي قدام. يعني اللي بقى أنت ماسكاها أهو. باين عندك يا ابني؟ حوافرها الاتنين اللي قدام فيها خريج. الاتنين. ان شاء الله. ها الضفر الضفر طري والبقر دي كانت عايزه تتقلم من شويه ما اتقلمتش بس فهنعملها ان شاء الله. هنقلم عامل ازاي كده يا عم علي واكلها عامل عندها غرغرينه يا خراب. ايوه بقى باجي لها 15 يوم تلاقي حد يمشي. 15 يوم؟ ايوه بس يا جماعه فاكرنا واخده الدور. ايوه يلاقي امر من الدور. احمد يا عبد كان بينها الصاروخ. التركيز كله في الحته ده على الحد ولازم تلبس حد. هنلبسها حلو وهنحط لها مرهم من الحته دي من الحافه اهي. هاي تريها عاوزه حلو. هنركبها حلوه وهنظبطها باذن الله. هي مش قادره اي خبطه فيها مش قادره. لا 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 حلو مش فاهم. لا عايزك صلى على النبي. ده بقول لك بس ما كانتش سهل. ما كانتش ريلة تانية زي دي بحساب لأن الاتنين بايظين. كده ولا تجيب لبن ولا تلح تمشي ولا تاكل. عايزين نطبق الموضوع يا محمد. ما نطبق؟ تعرف تطبقهم؟ لا والله. أمال أطبقها إزاي؟ بعت لحد يطبقها لسيدي. عايز احط ايدي برفق عليها كده عشان يبقى عندها الحته بتاعتها دي. انت تمسك مش تقول لها حته. انا عارف انا بعمل ايه. يا سواقي ارفع يا ابني. هركبه لك والله يا معلم. والله لازم تركب. انا احسن من الفكره. لا والله زي اجمد اجمد. يا ساتر. ده عامله مرسي. اه يا صلاح.
بس عاوز بنزين اجي افعله. يعني اصل بحط زيت. نسبه عاليه يا محمد. اه. قول كلها الوقت عشان يبقى انت عارف. خش العفريه اللي عندك دي. لسه ما خلصت بجيس يا بري قال لكم بجيس. بجيس. مين الراجل ده؟ راجل شعبان. معلم سلام. استاذ صلاح قال لكم المعلم بجيس يبقى خلاص. الاستاذ صلاح ولا المعلم صلاح؟ المعلم. شطح لك عنده؟ شطح لك والله. انا عليه مضاد حيوي. ليه عليه مضاد حيوي؟ التركيز كله بقى على الحديد. اه طبعا. حكم اتنامي. بس هالجهاز ما قدرت. حدو. الناس بتقول لك حدو ده غلط. حدو ده غلط. الجهاز ما لبس الجزمه. اجمد عبد. ودي حته المرهم اهم حاجه، المرهم ده بيحافظ على الجرح. المرهم دي تحافظ على الجار. والحمد لله ده بسم الله ما شاء الله طالما تنضف كده طبعا. ايش؟ ايش مدى عبد؟ كله جارح. ايش مدى عبد؟ السقف. وهذا الحدوه اهي. بس انا عندي بس. اذا كلمني عبد الله. هو بتتكلم في البلد وبتتكلم عشان بتاعتك. اذا كلمني عبد. الرجل ليه كل هالوقت عشان يبقى انت عارف. اهم حاجه الدقه الاولانيه. اه. عم علي عايزك تعمل اخرها روك مش قادر اقومي هيك شوت واكر نار ايش بدا عم علي ايش مني على ابو امي ايش استنى ما عاد تقول لي انا قلت لي ما اعرفش ان حد تك على مناخيرها كده ان شاء الله مش هنرفع الفيديو ده الا بعد 3 ايام لما نشوفها هتطيب ولا لا ان شاء الله بخير 100 100 ايوه برضه ايش شغال يابا امسك مناخيرها انت بس احنا ولا معانا قفص ولا معانا زنيقه ولا معانا اي حاجه شغالين في الشارع عند الفلاح الغلبان اللي عنده حته واتنين اصحابكم لنا يا ساده المشاهدين وربنا يكرمنا ونجيب قفص نحط في البهايم الفلاح برضك ايه يفضل مرتاح ترشمه اهو بالصلاه على النبي والحدود تكون جمدتها اهي. اه. اي والله. ارفع فوق عشان مش مرتاح. ايه. تعالى كان بقول ايه؟ كان بقول ايه؟ ايوه.
في البقره بتنام عليها ازاي؟ البقره بتنام عليك عشان الثانيه بايظه. بتضحك على حاجات انت كده بتاخد كل فيديو هتطلعها اقول لك هيعملوا عليك ازاي؟ فكر حلو فكر حلو. البقره دي فيها جراح. ايوه الجراح دي غلط. اشتغل بس دلوقتي وبقول له يتحمل. بقول لما تخلص حاضر. لا لازم يتكلم وهو مشتغل. اهو. خد الحته الزايده. ايه قام كده بس تعالى خد الحته بتاعت الحبيب. اهو سطر الريف اهو. حط الحته مرهم. خلص بقى يا عم مش نايمه مش شعبطها اهي. المرهم اللي من هنا اهو. هات الشراب. الشراب فين؟ الشعار بتاعنا الشراب. كل بهيمة بنلبسها شراب. الله فتح التمجالها فراخة. تمام. هون ظبطها. حتة القماشة فين؟ حتة القماشة. القماشة ايه والشراب؟ القماشة؟ ايوه. القماشة معفنة. انت اللي ماسح بقى يا محمد. لا ما كنت دي بقى نظيفة. بس احنا القماشة ديت فوق الحديدة يعني مالهاش ريحة اللازمة. بس بتدل على ايه؟ لهم لازم كل الشغل ده بيتدار عشان خاطر الجلة والمية. الحديدة مسألة كان حافظ. أهم. ها؟ أيوة ريدة تاني هنعوز لها شراب برضه. اللي ورا برضه شوف. هنشوف هنكشف عليها كلها. الله ينور عليك يا معلم. ارفع. اهم حاجه الشراب شعارنا الشراب والشفاء من عند ربنا ان شاء الله هتمشي وهتبقى 100 100 مسافه 3 ايام لما الخراجه تيجي الحمد لله شد وشد شد 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 رب لي عند الركبه شد لغايه البنطلون لا بس بس استك منه فيه بس على النبي هذا الشراب 100 100 اهو وهنعمل الرجل الثانيه وهنشوف الدنيا فيها ايه كان معاكم الحاج علي كبير العزبة تملكها الوسطى كبير كبير العزبة يا عم علي اللي احنا الحين بنعمل الحدوة ديت وبتطيب البهيمة ولا الشغل غلط؟ بتطيب يلا هنعمل الثانية ونصورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي الرجل الثانية ايه؟ شوفها ايه؟ ايه الصف؟ انت هتعمل خروي معبيها دم اس الرجل الثانيه معبيها دم دم ولا ميه لا دم ايدك ولا شويه سن اهو ايوه شيل كده ها معبيها دم والله انا دي اللي مخليها مش قادره تمشي اهي قبل ما افتحها معبيها دم اهي ولا لا اهي هنجيب منها شويه دم ونطهرها ونحط لها الحدوه تدوس عليها اه ترى بقى لها اسبوع اس لا بس الصف لكن الرجل التانية ايوه فيها خراج جامد يا حفيظ دي لو ما كانتش تنطفط كده كانت هتعب خراجها يا رب اي أيوة والله بس شويه الدم دول بقى هيخلوها 100 100 هيخلوها باش اعمل ستوب هنا ايه ركب لها حدوه برضو ما كناش عارفين نصورها عشان البقره كانت صور ايدي لا يا راجل نصور الحدوه تشتغل نفسك حتى المرهم كده يا عم الحدوه دي المرهم المرهم ده اهو شفنا عبده عشان هي رجلها مقال حافه مرمى عشان برضو ايه حتى بنحفرها وبعدها كده نحفرها وبعدها المرهم ده ان شاء الله هيروق عليك شوف عند الجرعه طبعا الرجل الثانيه بايظه احنا بنحط دي نغطي على الايه عشان الميه والجله والكلام من ده الله ينور عليك يا معلم محمد الله يخليك يا صاحبي اجمل يوم اجمل عشان البقرة هتسيب منك الوقت احلى الغبرة لا انا مزعج يبقى عندي انت مساك بقول احلى حاجة النهاردة اي عفريت في الدنيا خلص نفسك وامشي ده انت عدتني ان انا عبد الرزاق جنب مرة بصراحة قصة مهمة
فين الشراب؟ الشراب فين يا شبراوي؟ افتعيك تعي السكينة عندي. افتع يا عم الشبراوي. افتع. افتع عشان لا تاخذ الشراب. ودني تيجي؟ لازم نربط العودة الثانية مش عارف. سبابة كده حشيتك؟ السلام على النبي. أيوة حط المربط عليه. أنا في الرز والله ولسه جاي. والشراب أهو كده بس أهو. بس فردة وفرد. فردة وفرد. حاول ما تربطش جامد عشان الدم. عقدتين بس كده يا صاحبي. اربط كمان عقدة يا عبده. طيب الصلاة على النبي لبست حدوتين. اللي ورا ما فيش فيهم حاجة. لا اللي ورا ما فيش فيهم حاجة. هي ما كانتش وهي ماشية. بترفع. ما هي ما كانتش قادرة تدوس على اللي قدام. بتقوم من ورا دي بتقوم ما عاد العظم العظم بتاعها اللي تعبان شايف العظم ده العظم ده اللي تعب حلها كده يعني اه دوكلوفين لا هتلها في نادين هتلها في نادين حلها بس يا بغ مشاكل بعد الشغل والاثنين ركبوا لها حديد اهو بص دوس دوس ان شاء الله مش هنرفع الفيديو ده اللي بعد اربع ايام لما تكون طابت بإذن الله روح يا برو تعال يا صاحبي تعال البقرة مش قادرة تمشي رجلها الاتنين اللي قدام بايظين ريل اليمين دي فيها خراج وريل التانية فيها لحسة أرض عاملة دم طب تعال يلا عشان صار حمارة بتاعتنا تتشرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي والله أبو الصلاة على النبي البقرة دست عليها شوية خش خش يا عم صلاة تعال أبو الصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله البقرة دست شوية ايه خش خش يا باشا خش على طول بقى لها قدين معمولة يا عبد بقى لها قدين ثلاث ايام بقى لها ثلاث ايام بالظبط ده او ده الرابع ولسه ان شاء الله يعني ايه بتدوس الحديد شغالة بس البقرة دي العظمة بتاعها فيه شوية تعب انت جبت لها حقن دكلوفين لا اطلع كده على طول انا عايزك تهز البقره كده قدامك كده عامل حاد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عايز ايه النهارده ماشي حاضر خش الشارع يا عم الحاج كانت معموله فيه يا صلاح منورنا يا صلاح والله بسم الله ما شاء الله تعال يا عم الحاج بسرعة النبي بعد ثلاث ايام البقرة ارتاحت اهي اطلع قدامها كده روح بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله دي البقرة كان فيها خراج فريد اللي قدامانية بسم الله ما شاء الله دست خالص اهي وبقى لها ثلاث ايام بالظبط الشغل ده بقى لها ثلاث ايام بالظبط وقف يا عم وقف يا حاج ايوه بسم الله ما شاء الله هس هس نشوف لسه الحدوه فيها ولا لا بسم الله ما شاء الله الحدوه اهي وما شاء الله ورجله ثانيه الاخرى فيها واحد عايز نشوفها كده شوفها ودي اليمه الثانيه اهي هي ما شاء الله ما عادش عايزه تقف خد يا عبده اديها لعبده كده اديها لعبده يسحبها شويه كده مشيتها وديتها لغيط ولا لسه بالصلاه على النبي تعالى يا عبد انت يا عم صلاح انت بتقول وديتها الغيط بعد قدنا الله اوكي لسه اول يوم النهارده راحت الغيط النهارده طب اكلتها عملت ايه بعد الشغل الاكله ظبطت لا بس صلاه على النبي ربنا يبارك لك روح يابا دخل روح بسم الله ما شاء الله ايه